أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا معنى في آية زي ما تعودنا في كل حلقة من حلقات البرنامج بناخد آية من آيات الكتاب المقدس ونفكر مع بعض يا ترى إيه المعنى أو المعاني اللي بتحمله لينا الآية دي كمان بنفكر المعنى أو المعاني دي ممكن تعني إيه في الواقع العملي بتاع حياتنا النهاردة الآية اللي احنا واقفين قصادها في رساله بولس الرسول الى اهل روميا والاصحاح الثامن والعدد السابع وبيقول فيها كده لان اهتمام الجسد هو عداوه لله روميا 8 7 لان اهتمام الجسد هو عداوه لله وطبيعي ان احنا نبتدي نفكر مع بعض يا ترى ايه المقصود بان اهتمام الجسد عداوه لله لو اهتميت بجسدي حتى في العباده لو لو ما حبيتش اركع او كده عشان ركبي وعشان جسدي ما يتعبش لكن بالعكس انا لو ركعت وسجدت دم ربنا بكل قلبي ده هيزيدني قوه قوي من عندي وهيزيدني صحه جامد جدا في صحتي كمان ان انا بهتم ان انا عايز اامن مستقبلي اامن مستقبل اولادي الجسد ليه مطالب كالملبس والمشرب والترفيه والحياه عامه الجسد ده يحب العالم والعالم فيه, فيه امراض مختلفه كتير في ثلاث امراض مستعصين شهوه الجسد شهوه العيون تعظم المعيشه دول ليس من الله بل من العالم اهتمام الجسد ده ان دايما عدو لله لما يكون انا بيكون الله ما لهوش الاولويه في حياتي اعتقد ان مفتاح الايه بتاعتنا هو في استخدام الرسول بولس لكلمه الجسد لما بنسمع كلمة الجسد أي واحد فينا يقول مثلاً الإنسان روح وجسد لما نقول أني أنا جسدي منهك جسدي تعبان الشيء اللي دايماً بيروح لأذهاننا هو فكرة اللحم والدم أن الجسد ده عبارة عن لحم ودم فعلشان كده ده الشيء اللي بيروح في ليه ذهني لما أسمع كلمة جسد فلو فكرنا أن اهتمام الجسد معناه الاهتمام بما يتعلق باللحم والدم ده عداوه ولا الله هيبقى عندي مشكله كبيره لان ده معناه حاجه من اتنين اهتمام الجسد ممكن يكون مقصود باهتمامي انا بجسدي آه وده يعني آه شيء واجب وشيء مفروض واحنا عارفين كويس ان الرسول بولس نفسه في رسالته الى افسس اصحاح خمسه بيقول انه مفيش حد فينا بيبغض جسده وهنا كان بيتكلم على الجسد بمعنى اللحم والدم بل يقوته ويربيه فاذا وهو بيشجع انه بالنسبه لجسدنا لحمنا ودمنا لازم نهتم بيه لازم نقوته نقدم ليه الغذاء نقد نهتم بنظافته نهتم براحته نهتم بكل شيء يربيه بمعنى انه ينميه بصورة صحية وبصورة سليمة وبصورة رائعة إذا لا يمكن يكون المعنى المقصود أنه اهتمام الجسد بمعنى اللحم والدم لكن ممكن يكون اهتمام الجسد معناه حاجة تانية معناه ما يهتم به الجسد أو ما يرغب فيه هذا الجسد ما يرغب فيه هذا اللحم والدم اللي هو الجسد بيرغب في ايه بيرغب في طعام بيرغب في شراب ليه احتياجات بيولوجيه آآ آآ علشان كده بعض الناس ودي كانت فلسفه سائده في الوقت ده لو خدنا معنى الايه بالمعنى الخاطئ ممكن تكرس هذه الفلسفه ان كل ما هو ماده هو شر وبالتالي اذا احنا عايزين نعيش الروحيات يجب ان احنا نهتم باي شيء مش ملموس لكن جسمنا ده شر وكل ما هو مرتبط به مش أفضل حاجة نعملها جايز نكون بنضطر نعملها لكن مش مفروض اهتمامنا يتركز عليها فأنا أكل واشرب لكن مش مهم ان يكون في تمتع في هذا الأكل والشرب وبرضو دي فكرة خاطئة لأن كتاب المقدس بيعلمنا قارنين الروحيات بالروحيات فكتاب المقدس في مناطق تانية كتيرة بيأكد لينا ان احنا عايزين نهتم باجسادنا مش بس عشان الكفاف اللي هو نقضي الامور كده وخلاص لكن الكتاب المقدس بيأكد لينا انه وهب لينا كل شيء بغنى للتمتع وكل شيء دي ما تجيش بس على البركات الروحيه لا الخليقه اللي خلقها الله من اجل الانسان ومن اجل تمتع الانسان لازم نفكر فيها الاشياء اللي خلقها الله عشان الانسان يتمتع بيها فعشان كده لما أنا أتمتع بالطعام، لما أتمتع بالشراب، لما أتمتع بالموسيقى، لما يكون ليا في إطار الزواج متعة خاصة في الإتحاد بشريكة الحياة من خلال الجنس اللي قدسه الله، كل دي إهتمامات للجسد وهي مش عداوة لله، لأن الكتاب المقدس بيأكد في مواقع تانية كتيرة إنه هذه الأمور هي أمور صنعها الله لأجل الإنسان ليتمتع بيها، ودي فكرة مهم جدا إن إحنا نؤكدها ممكن يكون عند بعض الناس دعوات خاصة للتفرغ لتعبد لله في وقت معين أو حتى باختيارهم طول حياتهم لكن هذه ليست هي الدعوة العامة للمسيحية لكن الدعوة العامة هي أن نحيا هذه الحياة بكل شيء أعطاه الله لنا في إطار وصاياه في إطار كلمته في إطار مبادئه في إطار الشيء الصحي والنقي والسليم والمظبوط عشان كده مش ممكن يكون لان اهتمام الجسد عداوه لله مقصود بيها المعاني اللي احنا ذكرناها دلوقتي امال ايه المقصود بلان اهتمام الجسد هو عداوه لله الجسد الطبيعي الانسان الطبيعي اللي هو الطبيعه القديمه اللي فينا لا تستطيع ان ترضي الله مهم قوي ان يكون المسيح ليه الاولويه الكبيره في حياتي المال عداوه ان مش ممكن الواحد يقدر يخدم سيدين الله والمال يبقى اذا المعنى اللي موجود هنا هو ان اهتمام الجسد عداوه لله بمعنى انه يا عزيزتي المشاهده ويا عزيزي المشاهد كل واحد فينا مازال في الجسد بمعنى انه مش مازال عايش لكن مازال في الجسد بمعنى انه مازال اللي بتقوده اللي بتسيطر على تصرفاته اللي بتحكم افكاره الطبيعه الشريره الساكنه جواه لن يستطيع ان يرضي الله بهذا الاسلوب، طب وما هو الحل؟ الحل هو ان اللي يسكن فينا اللي يسيطر علينا اللي يتحكم في افكارنا هو شخص الروح القدس مش الطبيعه الشريره اللي موجوده في اجسادنا. طيب ازاي ممكن نحصل على هذه الطبيعه؟ الحل تلقائي وطبيعي لما بيقول ان كان روح الله ساكنا فيكم، يعني الحل ان روح الله يسكن فينا وهو ده المفهوم بتاع الناس اللي بيقول الكتاب المقدس عليهم ان هم اولاد ربنا اولاد الله لان الرب اعطانا ان احنا نصير اولاد الله دي محبة من عنده دي نعمة من عنده انه يرضى ان روح القدوس يسكن فينا وفي نفس الاصحاح اللي احنا واقفين قصاده في عدد 14 بيقول لنا كده لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله فيبقى الحل علشان ما نكونش في عداوة مع الله وما يكونش اهتمامنا هو اهتمام الجسد بالمعنى اللي احنا شرحناه أن يسكن روح الله جوانا وهو ده الطريق الوحيد اللي بيه نبقى أبناء الله طيب إزاي ده يحصل؟ بيقول لنا في عدد 15 إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله يعني عايز يقول إنه روح الله بيسكن جواك وبيعلن ليك إنك أنت ابن ربنا فلو في واحد النهارده وهو بيسمع الكلام ده بيتساءل طب أنا يا ترى إيه اللي بيحكمني الجسد ولا الروح بمعنى الطبيعة الشريرة القديمة الساكنة جوايا ولا روح ربنا مش بمعنى الجسد اللي هو اللحم والدم ولا الروح الإنسانية عشان إحنا مش عايزين نعمل فصل بين الاثنين الكتاب المقدس رسول بولس نفسه كان بيكلم أهل تسالونيكي وبيقول لهم كده لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم إلى يوم مجيء ربنا يسوع المسيح، فالفكره هنا هي انه الانسان كيان واحد، الانسان وحده واحده بتسيطر عليه اما الطبيعه الشريره الساكنه جواه القديمه او الروح القدس اللي بيحل فيه لما يبقى ابن الله، اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. فاذا كان التساؤل لسه في ذهننا انه يا جماعه يا ترى انا ابن ربنا ولا لا يبقى في علامه استفهام كبيره لان الكتاب المقدس واضح هنا بيقول الناس اللي هم اولاد ربنا اللي بينقادوا بروح ربنا روح ربنا جواهم بيصرخ يا ابا الاب لما نصلي ونقول ابانا الذي مش هقدر اقولها بطريقه اوتوماتيكيه زي ما كنت متعود اقولها قبل كده ابانا الذي في السماوات وانا لا يمكن سرحان وانا بقولها لا ده لما بقول لربنا يا ابويا لما بقول يا ابانا الذي في السماوات بعني ده روح الله جوايا بيصرخ يا ابويا يا ابا الاب لو ما عندكش هذا اليقين يبقى في مشكله ان روح الله مش ساكن جواك لان لو روح الله جواك هيعطيك هذا اليقين انك انت ابن ربنا. طيب احصل على ده ازاي؟ التساؤل ده كان تساؤل احد الناس المتدينين في وقت وجود الرب يسوع ليه كل المجد على الارض لما جه للرب يسوع وقال له انا ممكن اعمل ايه عشان ارث الحياه الابديه والرب قال له انك تولد من فوق قال له يعني ازاي اولد من فوق ادخل بطن امي ثانيه واولد فكلموا الرب يسوع عن الولاده من الروح القدس اللي هو بنتكلم عنها احنا دلوقتي اللي فيها بتدخل عهد جديد بيكون الروح القدس هو اللي بيسيطر عليك مش طبيعتك القديمه وبيسكن فيك روح الله كانك بتتولد من جديد والاشياء العتيقه كلها قد مضت والكل قد صار جديدا طيب الكلام ده آآ آآ يعني ممكن آه يعني خطوات تشرحوها لنا تقولوا لنا رب يسوع ليه كل المجد قال ان الريح بتهب حيث تشاء وانت تسمع صوتها لكنك لا تعلم من اين تاتي ولا الى اين تذهب هكذا كل من ولد من الروح يعني إيه؟ عملية غامضة كده شعوذية، لأ اللي عايز يقوله هنا إني أنا مقدرش أديك هذا اليقين، أنت بتقدر تعرفه لوحدك، زي الريح مقدرش أقدرش أنا أشرح لك أقول أيوه هي هتيجي دلوقتي، بص على يمينك الريح جاية من هنا وهتمشي هنا، مقدرش وأنت ما بتعرفش هي جاية منين ورايحة فين وهي إيه، لكن أنت بتحسها بتشعر بيها، لو حد قالك لك ما فيش أي رياح دلوقتي تقول إيه إيه المجنون ده؟ طبعاً في رياح انا متاكد طب هي فين ورهاني قول لي رايحه فين جايه منين يمكن ما اعرفش اقول لك كده لكن اعرف اقول لك اني انا روح الله ساكن جوايا زي الشخص الاعمى اللي جم قالوا له يعني آآ الشخص ده انت تعرف عنه ايه والكلام ده كله قال لهم بصوا يا جماعه انا اعلم شيئا واحدا اني كنت اعمى والان ابصر اهتمام الجسد عداوه لله والدعوه لينا النهارده من خلال تاملنا في الايه دي ان احنا حدش فينا يحب انه يفضل عدو لله لكن لو اللي بيحركك هو الامور الشريره اللي ساكنه جواك يؤسفني ان ابلغك هذا النبا في هذا اليوم انت عدو لله وتحتاج الى روح الله ليسكن فيك ويقود هو حياتك وافكارك ودي في الحاله ودي الحاله الوحيده اللي فيها تصلح هذه العداوه بينك وبين الله والعمل رائع وكامل قام به المسيح عشان يصالحنا مع الله في جسد واحد بالصليب واحنا نتحد مع كل جسد المسيح في كل مكان على الارض دعوه ليك النهارده فهل تقبل أعزائي المشاهدين بنسعد دايما في كل مرة نلتقي فيها مع حضراتكم من خلال حلقة من حلقات البرنامج